مرحبا فيكم بقناة أسرار أدم. اليوم حقدمكم وصفة الطحينة المنزلية من دون أي مواد حافظة، سريعة كتير وتحضيرها كتير سهل. تابعوا معي. نحتاج لكوب طحين لكافة الاستعمالات، وكوب من السمسم الناي، وكوب من الزيت، بفضل يكون نوعية زيت جيدة، ورشة ملح صغيرة. وإذا كان متوفر عندكم بالبيت زيت السمسم، فينا نستعمل مقدار ملعتين طعام زيت سمسم معون مثل السهرش يكون لعنون. وهلا حنبتدي بتحميص السمسم ونفرجيكم لأي درجة من حمصه. عم نحمص السمسم على نار متوسطة وما منخليه لحتى ما يحترق، لأنه بتنتزع النكهة بتنتزع الطعمة. فينا نستخدم السمسم الناي بالطحينة، ولكن حتى نعطي فترة طويلة أكثر زمنية ونعطي شوية طعمة كمان أكثر، بنحمصه شوية صغيرة. بلش يشعر شوي صغيرة، يعني أقل تقريبا من دقيقة، حطفي الغاز تحت منه. وهيك صار شكل السمسم من بعد ما تحمص. بقيمه من المقلاية لأنه بيضلوا بصير يحترق بعدين إذا ما شلته. وهلأ لحمص كمان شي بسيط، الطحين اللي حطيته الكباية نفس المقلة، بس لمجرد انه نشيل منه شوية رطوبة وبصير بيضاين اكتر، بننتبه انه ما نحرقه لانه بغيرنا طعمة الطحينة بينزع كلها سوا. بس شوية صغيرة، يعني تقريبا بحدود الدقيقتين، ومنشيلهم. من بعد ما حمصنا الطحينة شوي، هلأ حنحط الزيت بالخلاط الكهربائي. وهلا رح اضيف السمسم اللي حمصتهم شوي بعدهم سخنين. رح نبلش هلا بعملية التنعيم التام للسمسم. وهلا رح بلش زد لون شوي شوي بالطحين بالملعقة. هلا بدنا نراقب السماكة تبعيته. هذا اللي بيحب يكون في سماكة أكتر بزيد له طحين، واللي لا بيكون هالقد بكفي. أنا حزيد له بعد ملعتين طحين وفرجيكم بس خلص كيف بصير. هلا رشة ملح صغيرة، الطحينة مش لازم تكون مالحة. ونخلط. وهيك بيكون انتهى عنا الطحينة. هلا رح استمه. لزوجي ممتازة ولا أروع من هيك، أحسن من تشتروها من المعامل ما معروف شو محطوطة المواد الحافظة. صحية 100%، عم نعملها سريعة ما تاخد أبدا وقت.
هلا اصدقائي انتو حتشوفوها انها سائلة، بس لما بتبرد بتنحط بالبراد بتتكثف بتبطل هيك سائلة. وجربتها قبل هلا كذا مرة، طعمي ولا اطيب. انا بفضل دايما لحفظ الاطعمة استعمل او سيراميك او يعني سيراميك او ازاز. هلا حلفها بكلينج فيلم، حطها بالبراد لحتى تتكثف. هلا حطها بالثلاجة. هلا من بعد 4 ساعات حشوف كيف صار الكونسيستنسي او الكثافة تبعي، يعني شو بدي لكم اكثر من انه ممتاز، احسن من اي مصنع. بكفي انه كل شيء طبيعي، من افضل زيت، من افضل سمسم. واذا حبيتوا هالفيديو بليز ما تنسوا تعملوا اشتراك ولايك وشير، وإلى اللقاء بالفيديو القادم إن شاء الله.